كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري. زميلي كريم، احكي لنا ايه اللي بيحصل عندك في شرم والنبي، عايزين نتفرج على شرم الحلوة. مساء الخير يا يوسف، وكمان خير على كل مشاهدي برنامج التاسعة والقناة الأولى. الحقيقة يعني شرم الشيخ حقيقي بقت مبهجة. طول عمر شرم الشيخ مدينة جميلة جدا، لكن اللي بيحصل دلوقتي على هامش على هامش الورش والجلسات الرئيسية مبهج جدا جدا. المنطقة الزرقاء فيها الورش الرئيسية والجلسات اللي احنا بنتابعها من أول يوم، وطبعا شفنا العديد كتير جدا من الاتفاقيات اللي الحقيقة بتخدم مش بس الجانب المصري لكن بتخدم العالم كله. يعني كوب 27 السمة بتاعته التنفيذ، وده فعلا اللي بدأ يبان ملامحه في الاتفاقيات اللي حصلت ما بين الدول، ما بين الدول والمنظمات، ما بين الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، ما بين الدول النامية والدول الرائدة، الدول الصناعية الكبيرة. الحقيقة أنه في اتفاقات كتيرة جدا حصلت للتحول للأخضر، ويمكن كمان عشان النهاردة كان يوم الطاقة ويوم المجتمع المدني، فظهرت أكتر فكرة الاحتياج للطاقة الخضراء، الاحتياج للطاقة النظيفة، وهو ده الأساس. فكرة التعامل مع التحديات والتغيرات المناخية هي استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة اللي بتقلل من الانبعاثات الكربونية. مصر كان ليها دور في أن هي عملت اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية، مع سلطنة عمان، في كمان اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وممكن نقيس على ده كمان والإمارات والنرويج وألمانيا وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. حقيقي حقيقي كان يعني تكاتف كبير جدا جدا جدا، وضغط قوي جدا من الجهات المصرية هنا، علشان مش بس الاتفاقيات دي تبقى مجرد اتفاقيات او تعهدات زي ما تعودنا عليها في كوب 26 جلاسكو او باريس او غيرها، لكن الفكرة التنفيذ فعلا على ارض الواقع. الاجتماعات الرئيسية بتخلص الساعة 6، بيفضلوا قاعدين بعدها في اجتماعات مغلقة لحد 12 و1 بالليل عشان يخرجوا بتصريحات خاصة علشان يقولوا ازاي هتتنفذ بالفعل على ارض الواقع. النهاردة كمان في يوم الطاقة والمجتمع المدني، الدول ابتدت بقى حقيقي، جات زي مدغشقر، دي دولة مثلا ساحلية زي دول كتير جدا، جات ابتدت تعرض بقى المشاكل الحقيقية اللي بيواجهها الناس. المجتمع المدني بيبقى ليه ميزة ان هو قاعد مع الناس في الشارع، ابتدت تحكي قد ايه اتأثروا بالفيضانات، قد ايه اتأثروا بالمجاعات، قد ايه التغير المناخي ده اثر عليهم، وقد ايه هم محتاجين لفكرة التمويل. والتمويل اللي كان ليه دور مهم جدا، والتعهدات اللي كانت قبل كده 100 مليار دولار لسه ما اتنفذتش، وان احنا دلوقتي في وقت حرج جدا، ازاي ان احنا التمويل لازم يحضر فعلا ولازم يتنفذ فعلا علشان الدول دي تقدر تقوم تاني، اما تتكيف مع التغيرات المناخيه او حتى ان هي توجد استثمارات جديده بوسائل صديقه للبيئه. الهيدروجين الاخضر هي السمه الاساسيه في الطاقه، كمان التحول للهيدروجين الاخضر لان هو بيستخدم عن طريق الكهرباء، بنستخرج الهيدروجين من المياه، ودي موجوده في كل حته. ما اكثر المياه 70% من الكره الارضيه، ونستهلك هنستهلك نستخرج الهيدروجين الاخضر، وده كان محور نقاش مهم جدا جدا في كل جلسات النهارده. بجانب ده كمان يا يوسف، الحقيقه المنطقه الخضراء مبهجه جدا جدا، سواء الصبح او بالليل. الصبح هي شكلها كلها صديقة للبيئة، كل المواد اللي موجودة هنا والأشكال الجميلة اللي جوه المنطقة الخضراء كلها تم إعادة تدويرها عشان تخرج بأشكال مختلفة، بدل ما تدفن وتعمل انبعاثات كربونية تؤثر على التغيرات المناخية. لا، هنا دي مثال صغير، نموذج صغير عن التطبيق الفعلي للتعامل مع التغيرات المناخية. الشكل بيبقى مبهج جدا الصبح، كمان بالليل يمكن الصورة من ورايا تبقى موضحة الألوان، لكن كمان في حفلات وفعاليات موجودة هنا، منها الدول بتقدر إن هي تنقل لبعض الهوية الخاصة بكل دولة. مصر مثلا كانت عاملة فعاليات خاصة بفرق فنية فلكلورية، فلكلور أسواني، ساحلي، اسكندراني، في بعض الدول الأفريقية الحقيقة جت كمان شاركت. فإذا هو كمان كوب 37 مش بس فرصة للوصول لحلول، لكن كمان هي بيجمع الشعوب، حقيقة بيجمع الشعوب، بيوحدهم، بيعرف انه الحقيقة انه السمة دايما اللي بتجمع الناس كلها هي الإنسانية والحفاظ على البشر، والحفاظ على الإنسانية ما بين الناس، ومهم جدا الحفاظ على الإنسانية، مهم جدا التغيرات المناخية لأنها بتأثر بشكل مباشر على الإنسان، وازاي نقدر نتكاتف جميعا للوصول لحلول واقعية تحية تتنفذ بالفعل على أرض الواقع.
والله يا كريم انا اشكرك دايما على رساله بتبقى رائعه منك وتغطيه بجد حقيقي بتبقى مليانه بالتفاصيل، وانا دايما اتعجب من زملائي اللي بيعملوا التغطيات اللي من النوع ده، انه القدره على التقاط التفاصيل وصياغتها. اشكرك جدا يا كريم، الف الف شكر ليك، والواحد يا اخي سعيد ان انت زميله ده بجد يعني. اشكرك زميلي العزيز كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري من شرم الشيخ كوب 27.